هي غلطتي ان حضرتك مش عارف، بس انا بصراحه كنت متردده قوي اعزمك ولا لا، يعني خصوصا ان العلاقات بينك وبين ماجدة يعني حصل فيها حاجات وكده، فكنت خايفه قوي انها تتضايق. ما بنقولش كده يا فرح. فاهمك فاهمك، ما تجيليش بالك، الموضوع هيخلص. لا بس انا دلوقتي هكون مبسوطه جدا لو حضرتك جيت، وماجدة مش هتتضايق، ماجدة بتهيألي عادي مفيش حاجه. وانا كمان هكون سعيد قوي لو جيت. انا بشكرك قوي يا فرح، ولو احتجت اي مساعده ولا حاجه قولي لي وانا اجيبها وانا جاي. عملت لكم بقى عصير صبار فريش عليه سنه كيوي، فريشات كله، احلى بدايه لليوم لانه ده مليان هاليورونيك بيعزز البشره ويحافظ على نضارتها. عصير يا ماجد؟ انا ما بشربش عصير، انا باكل الفاكهه زي ما هي عشان اخد فوائدها، وبعدين انت المفروض تعرف حاجه زي دي لان انت تبقى جوزي في المسلسل. لا هي واقعيه، هي بتحب مدرسه استاذ عاطف الطيب، عارفه؟ منوره. ميرسي جماعه، بصوا كده، ايه رايكم، ده ولا ده؟ لا ده، ده هيبقى تحفه، وشادي لما هيشوفه عليكي هيتهبل. اقفش يا فرح. شادي دي فساتين لماما عشان عيد ميلاد ماجده. ايوه هي فرح نزلت جابتهم لي يعني عشان انا ما عنديش وقت اشتري فساتين، فهي قالت يعني تنجز في الوقت وكده، هينفعوني هينفعوني طبعا. لا ومفيش احلى طبعا من عيد ميلاد نجله انك تلبسي الفساتين الحلوه دي. صح صح. نجله مين يا ستي؟ اسمها ماجده. جماعه في ايه؟ الصبح ماجده بتقولي ان هي هتقعد بفريد، ودلوقتي انت بتقولي هيعجب شادي، فانا مش فاهمه، في حاجه انا ما اعرفهاش؟ مفيش. بصوا انا ما بحبش المفاجآت خالص، وانتوا عارفين الكلام ده كويس، فلو في حاجه قولوها لي. ديدا، هل شادي هيعمل حاجه النهارده مثلا؟ هيعمل ايه يعني؟ يعني مثلا مفاجاه، بروبوزل. هو يستجرى يعمل كده من غيرنا؟ طب كويس، عشان انا مش مستعده خالص بصراحه، فكويس انه مش هيعمل كده. بجد انت بجد مش مستعده؟ اهو يا دلال، اهو يعني انا احساسي كان صح، يعني هيعمل حاجه. ايوه يا ستي انت كنت صح. ما فروح احنا كنا عايزين نحافظ على المفاجاه زي ما شادي قال لنا. ماشي يا جماعه، عموما كويس ان انا عرفت، انا ما بحبش المفاجات، وبعدين كان ممكن اروح، فانا كده مش هروح خالص بقى. اخس عليك يا فروحه، ما تندمينيش بقى ان انا وقعت بلساني وقلت لك. يا دي ده بهزر معاكي، هروح طبعا. وبعدين على فكره انت ما قلتيش انا اللي وقعتك في الكلام. ايوه صح. فروحه، هو ممكن لما تكوني هناك تاخدي لي صوره للعشاء والخاتم؟ يعني متخيله ده لما هينزل بقى على السوشيال ميديا على انستجرام هشيره، هيقلب السوشيال ميديا. تخيلي معايا كده، شاهد قبل الحذف، خاتم بنت الفنان الميجا ستار ماجد الالفي.